السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسين من قناة سرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله هقولك ازاي تعرف تحدد القيم المتكررة وازاي ما تمسحهاش، او ازاي لو عايز تمسحها وازاي تستخدم الفانكشن اللي انا هديها لك دي، او اللي هي التول او الاداة اللي انا هديها لك دي، وتستخدمها كويس جدا جدا في الاكسل. بص دلوقتي احنا عندنا داتا، الداتا دي فيها بعض الاشخاص، فانت عايز تعرف ايه اللي متكرر فيهم بس من غير ما تمسحه. تمام، هنيجي نقف على الكولوم ده كده، وهنيجي عند conditional formatting او حاجة اسمها التنسيق الشرطي، هندوس عليه كده. وفي حاجة اسمها highlight، highlight دي يعني اعمل highlight، يعني ظلل او mark حاجة زي كده، او اعمل زي علامة عليه. وهنيجي نقول duplicate، duplicate values يعني القيم المكررة او المتكررة، هندوس عليها. اول ما هندوس هنلاقي بالالوانات الاحمر دي كده، فانت لو عايز اللون الاحمر ده ما عنديش مشكلة، لو عايز تخليه باللون الاصفر الجرين، لو انت عايز تخليه باللون كاستم فورمات ده خالص، تخليه مثلا باللون الاحمر دارك كده خالص، ما عنديش مشكلة. وتعمله مثلا انت عايز تعمل كاستم فورمات، انا بخليها كده بصراحة، بعمل كده اللون الاحمر ده، واجي عند فونت اخليها باللون الابيض واخليه بولد كده، هيبقى بالشكل ده كده. ندوس اوكي، هيبقى ده اللون المتكرر عندنا اول الاماكن. يعني مثلا واحد اسمه ريمون مقبل، ريمون مقبل، ريمون مقبل، ريمون مقبل، فين وفين وفين وفين، اهو ريمون مقبل. فانت عايز تجيب القيم المتكررة كلها جنب بعض، فانت هتروح واقف هنا كده في اي مكان في الجدول ده، وهنروح دايسين على داتا وفلتر، وهنيجي هنا ندوس على الفلتر ده اللي هو فيه الاماكن الحمراء ده او اللون الاحمر، وهنروح دايسين على فلتر باي كولر، او لو عايز تعمل سورت باي كولر اللي هو اللون الاحمر كله يطلع فوق اهو، كل اللون الاحمر طلع فوق. بص بقى ركز، لو انا شلت ريمون مقبل، بص ريمون مقبل اهو وريمون مقبل اهو، لو انا جيت شلت اسمه ابيض فوق، وهكذا. لو انت مثلا عايز تعملها بشكل بروفيشنال اكتر، تخلي دي مثلا اي تو بي، اي بي سي قصدي، وبعد كده تروح عاملها سورت باي كولر، هيجيب لك كل الحروف الابجديه تحت بعض اهو، كرولوس، مايكل، ميخائيل. فهمت قصدي ايه؟ تعمل ايه الاول؟ تعمل الاول، تعمل اول حاجه تعمل سورت، سورت اللي هو بتعمل زي اعاده تنظيم من الاول، وتعمله بالابجدي اللي هو سورت ده. بص سورت اهو A to Z، يعني من حروف الابجديه اهي، عملناها. بعد كده تروح عامل سورت باي كولر، او كده جاب لك كل الاسامي تحت بعض. فانت بقى عايز تشوف مثلا ايه ده ليفل 6 وده ليفل ما اعرفش 3، يعني بص في عندنا اتنين اهو بياخدوا، وابادير ده بياخد في ليفل 3 وابادير برضو بياخد في ليفل 6 وهكذا. فانت لو عايز تمسح مثلا ابادير اللي بياخد في ليفل 3 اهو، فده هيبيض وهكذا. بس كده، فانا حابب ان انا بس اشرح لك الحاجة البسيطة دي جدا عشان تعرف تفيدك اكتر. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تتابعني في اليوتيوب، انا اسمي محمد تحسين، ولو اي حاجة عايزة تعرفها في الاكسل ابعت لي وانا تحت امرك، وان شاء الله ان شاء الله هنحلها سوا. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.